اسكندرية، والله اسكندرية يعني انا غير بتقول لها اهواكي هو المصايف. اسكندرية دي شفتنا يعني كل واحد فينا عاش له 30 قصة حب كانت كلها فاشلة، بس يعني ايه انبسطنا على البحر. اسكندرية بحرك عجايب. مين فينا ما يعرفش اسكندرية؟ البلد اللي اتربعت على عرش مصايف مصر لسنين وسنين، زي ما يكون في سر خلى المصريين يقعوا في عشق شواطئها من المعمورة للأنتوش. وبالرغم من السنين اللي فاتت خدت كتير من روادها للمصايف الجديدة، لكن في ناس أكتر بالنسبة لهم المصيف يعني اسكندرية، اسكندرية وبس. تحتفني موجة على صدر موجة. أصل مصر هي اسكندرية بناسها بشعبيتها بمحلاتها بجمالها بهواها، لأن اسكندرية طبعا بلد سياحية وفيها مناظر جميلة وفيها مناطق جميلة سياحية زي القلعة، زي قصر الملك فاروق، قصر التين، الكلام ده برضك فيها اماكن زي كوبري السلي، برضك المياه بتاعتها هواها. على طول باجي اسكندريه، رحت مصايف كتير، رحت شرم قبل كده ورحت مطروح والغردقه، بس هو جو اسكندريه على طول يعني ما فيش زيه بصراحه. الاسعار يعني مش عاليه قوي على حسب المكان برضك اللي احنا بنبقى فيه، يعني مثلا خالد بن الوليد غير ميامي غير المنتزه. احنا من المنصوره، دي تاني مره اقضي اصلا صيف اسكندريه. عامه يعني بنقضي يومنا الصبح، بنقوم الساعه 9 بنيجي هنا على الشاطئ، بنروح نعمل طبخنا وبنجيبه هنا نتغدى هنا وبنقعد هنا مع بعضنا. برغم استمتاع المصيفين باسكندريه وجوها، الا ان كان ليهم شكوى عكرت صفو مصيفهم. المايه السنه دي مش نظيفه شويه، السنين اللي قبل اللي كده كانت انضف من كده كتير. يعني نفسي اجي السنه الجايه الاقي البحر نظيف. الناس اللي فيه اساسا هي اللي مش كويسه، بترمي ازاز، بترمي بمبس، بترمي حاجات مش كويسه. مصيف اسكندريه مش بس للاستمتاع، لكن في ناس الوقت ده بيكون مصدر دخلها الوحيد طول السنه. انا وانا من السوهاج، مركز طحطة، مركز طحطة نجوة الصامعة، فأنا معيشي إن هي غير الشغلانة دي في الصيف، والشتاء بروح بريح في البلد بس كده. أنا من سواك، أنا شايف إن اسكندرية السنة دي مختلفة عن أي سنة فاتت. السنة دي يعني بصراحة شايف إن الشواطئ الإيجارات زيادة قوي، كل سنة بتزيد الإيجارات، بس المرة دي إيجارات زايدة قوي والشغل عالي قوي. احنا بنطالبه يعني المحافظ ان يعني ينزل لنا في الايجارات. على عكس المصيفين، اهل اسكندرية كان ليهم رأي تاني خالص عن اسكندرية في الصيف. انا اسكندرانية، واسكندرية بقت في الصيف وحشة جدا وزحمة جدا جدا جدا. المصيفين طبعا بيجوا من كل حتة، وعشان مش بلدهم ما بيحافظوش عليها. حتة النظافة في اهمال. الاول كانت الناس نظيفه وناس كويسه وعائلات بتيجي بتقعد جنب بعضيها ويحترموا بعض النظافه. النهارده مفيش الاحترام ده بين الناس وبين بعضيها. كان في شواطئ، كان في الشاطبي وكان بشزار، دلوقتي بقى عملوا فنادق وحبسوا قفلوا الشواطئ، مفيش راحه للاسكندرانيه. نيجي دلوقتي من اول المحروسه لغايه المنتزه للتكدس، من طنطا ومن جاي، كله مفيش اسكندراني شبعان من البحر. كل الآراء اللي فاتت سواء مدح أو شكوى كانت في حب اسكندرية، وده بيأكد على حاجة واحدة، إن اسكندرية هتفضل مدينة السحر والجمال. ذكرياتنا جميلة عشناها في اسكندرية، وكنا يعني كلكم كنتوا بتروح اسكندرية وما زال الناس بتروح. يعني في مشكلة في النظافة، يعني ربنا معا يكون مع سيادة المحافظ الاسكندريه، هو راجل نشط وربنا معاه، المسائل دي ما بتخلصش في يوم وليله، بس يعني نرجو الاهتمام ونرجو مساله الحاجات اللي الشواطئ اللي اتخصصت للاماكن دي يعاد فيها نظر. يعني ما فيش مانع طبعا اوتيل بياخد جزء، بس اوتيل ياخد جزء وبعدين نقابه تاخد جزء وبعدين مش عارف ياخد جزء وبعدين بتاع مش عارف ايه، ما فيش حاجه يعني ما فيش حاجه في البحر الناس تروح. هيقوموا يزنقوهم في حته كده بتاعت خالد بن الوليد، ما اعرفش بقى خالد بن الوليد دي بقى، واضح من شكل الشماسي كده ان هم الناس مش جايبه شماسي، يعني فرض ان هم ياجروا الشمسيه، ودي مش كل واحد يقدر عليها. الشمسيه تبقى باليوم ب 10 جنيه والكرسي مش عارف ب 5 جنيه، ومش كل الناس تقدر على كده.
يعني مش كل الناس تقدر على كده. المفروض يبقى في مصايف يعني في شواطئ للناس بس تبقى يعني تبقى تاخد الوضع الطبيعي. يعني الوضع الطبيعي يعني في كمية, خلي بالك الفقراء بيبقوا دايما دايما للأسف الشديد انهم اكتر من الاغنياء, فبالتالي لازم تاخد مساحة اكبر. اللي حصل عندنا العكس, ان احنا بندي المساحة الاكبر للاغنياء ونزنق الفقراء في حتة قد كده. اقول زي ما تشوفوا بيعموا مش عارفين يلاقوا ما يعموا فيها, خبطوا في بعض. يعني احنا عاملين عكس ما يجب ان نفعل. وسع الدنيا للفقراء ودي الاغنياء حتة صغيرة. الاغنياء عندهم شواطئ كتير, عندهم كتير. فدي مسألة عايزة يعني اعادة نظر شوية كده. لانه الفكرة انا كنت قلت لحضرتكم عليها في الانحياز, انا كنت قاعد مع احد زملائي الوقت قال لي انه يعني هو مبسوط لانه قاعد من غير مراته, مراته مشيت هي والعيال فراحوا باريس. فكانت المفاجأة انه قال لي انه راح سافرت باريس اسبوع مراته يعني ب6000 جنيه التذكرة بالانتقال من المطار للمكان اللي هتقيم فيه لفندق بالفطار بولادها ما لهمش تذاكر لانه صغيرين ب6000 جنيه. يعني دفعت 6000 جنيه عشان تركب طيارة تروح باريس وتعيش في باريس اسبوع اقامة ب6000 جنيه. دي مسألة برضو عايزة ايه, الناس عايزة تسافر تسافر, بس هي لو راحت بقى قعدت الاسبوع ده في اي حتة بقى من الفنادق اللي عندنا يعني مفيش شغل, يعملوا بقى ايه, يعملوا سياحة داخلية نشطوا الدنيا. انما تجيش مثلا تقول لي الاوتيل هنا ولا هنا ب2000 جنيه في اليوم, ب1500 جنيه في اليوم. الله, طب ما انتوا بتأجروا الاجانب ب$7 وب$8 اجدع اوتيل دلوقتي. الاجنبي جاي حسبته كده يقف الاوتيل ب$7-8. طب ما تفتحوا سياحة للمصريين عشان تنشطوا الشغل, ده نشطوا الشغل. يعني انا المصري يروح يسافر برا عشان السعر قليل جدا اقل من اسكندرية, يعني ده هل ده يبقى مقبول؟ فلازم وزارة السياحة هنا تشتغل, يجيبوا بتوع الفنادق يكلموهم عشان نعمل سياحة داخلية. انتوا عارفين انا يعني ما رحت شرم الشيخ غير مرة ولا مرتين, انما الاوتيلات فيها غالية جدا. طيب العمال اللي بيشتغلوا بتاع الفريسكا واللي بيبيع قماش واللي بيبيع نظارات واللي بيبتاع, طب يعني المحافظة تعمل عمارتين تأجرهم لهم في الصيف عشان الناس تيجي, مش انتوا عايز تعملوا تشغلوا العمالة بدل ما يبقى في واحد شايل بلوزات واحد بس جاي من سوهاج, جاي من سوهاج وقال وغيره جاي منين ومنين ومنين ومنين. لما هو بيشتغل بيكسب كام في اليوم عشان ياخد أوضة ينام فيها هو وثلاثة مثلا, المكسب هيقل قوي. فدي كلها أفكار, أفكار إن المحافظة تيجي في حتة بعيدة تبني مثلا إن شاء الله مثلا يعني مباني بالخشب كده زي الشيلات اللي كانت في اسكندرية زمان وزي اللي في المكس, يقعد فيها 15 عامل مع بعض ونأجرها له ونتحرك الدنيا. يعني زي ما الست قالت احنا عندنا جينات حلوة بس عايز حد يزقها, احنا محتاجين زقة. تعالوا نشوف ازاي سيدات فضلات ادوا زقة الأحياء اللي اشتغلوا فيها عشان نشوف ان التجربة رائعة بعد الفصل ان شاء الله.